ما زالت أزمة الكهرباء مفتوحة ومعلقة في ليبيا. عشرات الحلقات التلفزيونية نقلت معاناة المواطنين ولا جديد يذكر، وكأنه وكله قديم معاد، ينحصر في كلمتين: الضي هارب. من هرب الضي ولماذا؟ وما الحل طيلة عقد من الزمان؟ لماذا لا يفلح المسؤولون في إيجاد حل للكهرباء؟ حرارة الصيف عالية والكهرباء مقطوعة لأكثر من 15 ساعة، برد الشتاء قارس والكهرباء غادرت بغير سبب لساعات طويلة. هل يعاني المسؤولون وعائلاتهم من مشكلة الكهرباء؟ ولا توجد حلول؟ وهل المواطن هو السبب أم ضعف حكومي أم كلاهما؟ أم أن هناك سببا آخر لا يعلمه الجميع، أو قد يعلمونه ولا يتحدثون عنه؟ مسلسل طويل يعيشه الليبيون اسمه الضي هارب، أبطاله الحقيقيون مسؤولون في الدولة، وضحاياه بسطاء يعيشون على تراب هذا البلد. والزمان هو القرن 21، والمكان دولة تمتلك مخزونا كبيرا من الطاقة وتعاني منه. إن كان مسؤولو دولة كاملة وعلى مدار 10 سنوات، أي 3650 يوما، سقطوا في اختبار حل أزمة الكهرباء، رغم أن أسبابها واضحة وطريقة حلها متوفرة، والأموال تأتي من كل حدب وصوب إلى خزائن البلاد، فكيف سيواجه هؤلاء المسؤولون فيروس كورونا غير المرئي والذي يستهدف العالم، غير أن العالم لا يعاني مشاكل في الكهرباء؟ القرن 21 والصيف 10 الذي يمر على الليبيين، وما زالت أزمة الكهرباء عميقة. بالأمس كان مواطن يبث شكواه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الكهرباء مقطوعة منذ 12 ساعة ولا سبب في ذلك. لماذا تنقطع الكهرباء؟ وكيف هو السبيل إلى إيجاد حل ينهي هذه المأساة؟ أكثر من 12 محطة توليد للكهرباء في ليبيا كافية لتزويد الليبيين بالكهرباء بلا انقطاع، بيد أن هذا التزويد يصطدم بعدة أسباب، أبرزها الاعتداء على هذه المحطات من قبل المسلحين، أو تلف هذه المحطات وخروجها من الخدمة، أو سوء استخدامها، أو لأسباب مجهولة لا يعلمها إلا خالق الرعية. يعاني الليبيون من أزمة حقيقية في الكهرباء، سواء في الصيف أو الشتاء، فجأة وبلا مقدمات يتم قطع الكهرباء لساعات طويلة، والمبررات فاقدة للمصداقية من قبل المواطنين، وكل مسؤول يقذف بالمسؤولية على الآخر، وبينهما يعاني الإنسان معاناة كبيرة وطويلة جدا. حتى في زمن الكورونا الكهرباء هم ومرض إضافي ثقيل على السكان، فالطعام يتلف والأدوية كذلك، وحقيقة الأزمة تطول ولا تنتهي. فمن المسؤول عن كل ذلك؟ رغم أن عدد السكان قليل والدخل مرتفع، وحتى مشغل الطاقة النفط الليبي متوفر وبكميات كبيرة جدا. نعود ونطرح أزمة الكهرباء، فقد أصبحت مسلسلا طويلا مليئا بالمآسي، وكل يوم يكتب السكان معاناتهم معها، ويسألون: هل يعاني المسؤولون من هذه الأزمة؟ وتنقطع الكهرباء عنهم وعن أطفالهم وعائلاتهم؟ والجواب معلوم لدى الليبيين، أن الكهرباء لا تنقطع عن بيت مسؤول. 10 سنوات من الأزمة التي لا تجد طريقا للحل. الكهرباء التي مس ألم انقطاعها كثيرا من البسطاء، وما زال الليبيون ينتظرون الحل الذي لم يأتي حتى اللحظة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين على امتداد الوطن الكبير ليبيا، إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي الرأي رأيك. نسمع منكم قصصكم ورأيكم في مسلسل الضي هارب، وما هي توقعاتكم لنهايته السعيدة أو الحزينة على الليبيين؟ سيدتي سادتي للحاب أن يشاركني في حلقة اليوم من الشرق والغرب والجنوب وليبيا عامة رقم هاتفنا
ظاهر باستمرار أسفل الشاشة على الواتساب. نرجو في اتصالاتكم ورسائلكم وكذلك صفحتنا على الفيسبوك باسم الرأي رأيك، وبرضو موجودة أسفل الشاشة. زي ما عودناكم في كل حلقة من الرأي رأيك نمشوا لأكثر من مدينة ليبية ومنطقة وقرية بحيث نسمعوا رأي الشارع الليبي ونسمعوا رأيهم في القضية المطروحة، خاصة وأن هذه القضية اللي أرقت الليبيين لسنوات وسنوات طويلة ولم يجد المسؤولون ولا الحكومات أي حل لهذه المشكلة. يفتتحون المشاريع ومحطات التوليد وكأنها يعني بضعة أيام أو أشهر أو سنة في مشاريع كي يتم حل هذه المشكلة، وتنتهي الحكومة ولا ينتهي معها هذا الحل. تأتي الحكومة اللي بعدها ولا تكمل هذا المشروع بل تبحث عن حل آخر ولا تنهيه، وتكرر هذا المسلسل لسنوات ولا زال الليبيون يعانون من هذه المشكلة اللي هي أثقلت كاهلهم إلى جانب مشاكل أخرى وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية والظروف المعيشية. سادتي الكرام، صفحتنا على الفيسبوك باسم الرأي رأيك، رقم هاتفنا موجود على الواتساب للي حاب أن يتواصل معنا ويشاركنا. عندنا مجموعة من التعليقات اللي نحاولوا إن شاء الله في حلقة اليوم نقرأ كافة التعليقات اللي توصلنا من حضراتكم. سألنا سؤال وقلنا 10 سنوات ولم يفلح أحد من مسؤولي ليبيا بحل أزمة الكهرباء، لماذا برأيكم؟ خلونا نقرأ بداية مجموعة من التعليقات ونمشوا لاستطلاع رأي من الشارع الليبي. لدينا أم لمار العبيدي: لا يوجد من يريد مصلحة البلاد، والكل على نفس على نفسه ومطامعه الشخصية فقط. لدينا تعليق آخر يقول: الشبكة متهالكة من يومها، والاستهلاك أكثر من الإنتاج، وثقافة المسؤول الليبي يحط في جيبه قبل كل شيء، والشبكات بين يبن حل جذري. الواثقة تقول: للأسف في سوء إدارة وما فيش ضمير ولا رقابة. مش غير مشكلة الكهرباء، المشاكل في جميع المجالات، النفوذ ضعيفة، ولك الله يا ليبيا وربي يفرجها وخلاص وإن شاء الله خير، وتحياتي لكم. عمر أبو زيد يقول: لا يوجد وطنيين في جميع المجالات، مما أدى إلى أطماع الاستعمار الخارجي من الخونة والنفوس الضعيفة. لدينا تعليق آخر يقول: المخصصات اللي يعطي فيهم أو يعطوا فيهم للكهرباء يسرقوا فيهن للأسف. نبيل بن أحمد يقول: السبب عدم الصيانة والاهتمام بالمحطات، ما فيش حد يحاسب في الوزير، والوزير يحط في الفشلة على الشعب أو يحط في فشلة على الشعب. خولة تقول: سبب مشكلة الكهرباء هو فشل في الإدارة. مصطفى الصديق بن عتيق يقول: هي غير الكهرباء في أزمة في ليبيا، كل شيء فيه أزمة على قولة خوتنا في فزان. سادتي الكرام، دعونا نذهب إلى استطلاع رأي من الشارع الليبي ومن مدينة ومنطقة ليبية ونشوفوا مع بعضنا رأي الناس حول مشكلة الكهرباء. نتابع. هو طبعا حل أزمة الكهرباء للأسف الشديد لأن الحكومة لم تضع حل جذري لمشكلة الكهرباء في ليبيا. اولا زي مثلا احنا في منطقه الجنوب الشرقي عند محطه السرير الغازيه واقفه عليه توصيله ممكن لا تتجاوز كم متر باش حتى يتم استكمال وضخ خط الغاز عليها، يعني خط الغاز واصل من الحقل عند المحطه واقف عليه توصيله قريبه قصيره ويتم تشغيل المحطه، يحل على الاقل ازمه كهرباء في منطقه الجنوب الشرقي ومنطقه الشرقيه بصفه عامه. كذلك تجي في المنطقه الغربيه، نحن عندنا مشكله في الكهرباء. اولا عد سوء اداره من الحكومه ومن الشركه العامه الكهرباء، الكي جاء على الموظفي الكهرباء تعب جاء عليهم، ونفس الوقت جاء انعكس على المواطن في ان الكهرباء للاسف شديد تعاني من مشاكل الانقطاع ومش غيره وغيره. زائد ان طبعا ان الشركه العامه الكهرباء لها فتره طويله لم تحصل الديون اللي هي اللي من عند المواطنين، والناس واجد ما تدفعش، وهذا طبعا ايضا اثر سلبي على الموضوع. لم تقدم الحكومات اي خدمه للكهرباء، رغم انها توفر الغاز وتوفر جميع الامكانيات، محطه السرير، محطه بنغازي للصيانه، لم تقدم اي حكومه واي خدمه في مجال الكهرباء الى حد الان. الحكومات على مدى 10 سنين او مدى المده اللي فاتت بتوفير الكهرباء بليبيا
هذا بيكون مرتبط ما بين أكثر من جهة، ونحن نلومه الحكومة بنفسها، وطبعا مش حيكون اللوم على المستخدم في شركة الكهرباء، لأن لو ما توفرت ميزانيات ولو ما توفر الأمن ولو ما قطع التهريب على الوقود، فهذا مسبب رئيسي للتهريب طبعا. ونزيدها كنا نقول لك المواطن له لوم كبير في استهلاك الكهرباء، ممكن يكون توصيلات غير شرعية، وانت عارف الدولة دائما يكون في بزياد بدل ما يكون ثابت على نفس المستوى، وني اكيد في زيادة في اللي فتح حوض جديد، في المحلات، في تكييف زاد. لا عندنا مرتبات طبعا زي الزفت، والكهرباء اكثر من المرتبات، اوجره ما فيها شيء طبعا. ابداها من المحطه الرئيسيه اللي درتها الحكومه قبل الثوره لعند توا، قعدت قواعدها وما زال ما تمتش، ونعانوا في معاناه في اوجره بالذات في نقص الكهرباء. عندنا خط يقولها خط انقدرت، ما فيش حد عدل عليه بكل عند هذه اللحظه، ومحطات الداخليه جاد واحد من سرت يبي يكملها وما صار شيء، وقاعدين عندها اللحظه. محطة البوابة نفس الطريقة فيها نقص جهد كثير واجد، ومحطة البيت حتى هي فيها نفس الطريقة، وكل يوم في زيادة للمواطن، يزيد محولين ثلاثة يصير أثر على المحطة الرئيسية. الشبكة الداخلية منتهية، الكواب الأرضيات منتهيات، المواطن حتى هو عنده يبيع لك ضي مزرعته يضطر يشتري كابل حديد ويعلق على المحول طبعا سبب لنا مشكله نحن. الحكومات العشر سنين الفايته ما قدمتش اي خدمه من مجال الكهرباء من ناحيه بالدرجه الاولى. وشنو استنزاف الاموال بدون اي تخطيط يعني. من ضمنها جابوا عوامات الكهربائيه هذه اللي يحكوا عليها. عرفت؟ اجروهم من دول من برا وما ادنش الغرض. يعني استنزفوا الاموال بدون اي نتيجه. وفي نفس الوقت بالنسبه للعماله المكاتب الخدميه بالنسبه للكهرباء في المناطق، يعني حقيقه قايمين بواجبهم بواجب الاكمل يعني صراحه. وفي نفس الوقت حتى التامين الصحي ما عندهمش تامين صحي. انا كمواطن يعني وجعني حالهم، ناس قايمه بواجبها ولكن بدون اي تامين صحي وبدون نظر اليه. معكم على الهواء مباشرة سادتي الكرام، اللي حاب أن يتواصل معي الآن على الهواء مباشرة رقم هاتفنا على الواتساب ظاهر باستمرار أسفل الشاشة، أسئلتنا موجودة على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحتنا باسم الراي رايك. دعونا نذهب إلى سبها ونستقبل أول اتصال معنا. أحمد مرحبا بك يا أحمد، لماذا برأيك لا زالت تستمر لسنوات وسنوات أزمة الكهرباء ولم يجد المسؤولون ولا الحكومات المتتالية حل جذري لها؟ نعم يا أحمد. نعم انقطع الاتصال مع أحمد. سادتي الكرام، عندنا أم سجى تقول لأن بكل صراحة تتحدث عن رأيها في القطاع المستمر للكهرباء، تقول لا يوجد أحد من المسؤولين قلب علي وطنة للأسف الشديد، لهذا تجده حريص على هدمه، وللأسف نجحوا في خرابة ودمارة. هم أصلا يشتغلوا على إسقاط الدولة، لازم بناء دولة فاشلة لتحسين ظروفهم المعيشية، أن نجوع وهم يفضلوا فوق أو يقعدوا فوق ما دامت لحد. صلاح الشهيلي يقول لأن مؤسسات الدولة جعلوها غنيمة وورث الأجداد وبيت المال، ولا يهمهم إن ظلت الناس رهينة لطوابير الذل والمعاناة، بل يهمهم ملء البطون والجيوب. أحمد عبد الكريم الرفادي يقول الشركة العامة للكهرباء متغلغل فيها ومسيطر على مفاصلها، تنظيم الإخوان المفلسين منذ عام 2012 أيام حكومة الكيب ووزيرها عوض البرعسي. معنا اتصال، من معنا؟ أبو إلياس من طرابلس، مساء الخير. أهلا وسهلا بك، ما رأيك أبو إلياس في الانقطاع المستمر للكهرباء
على كامل الليبيين والمدن الليبية، ولا يوجد حل جذري حتى هذه اللحظة؟ يقول طبعا مثل في تشتغل في شبكة الكهرباء مشغلين محطات المشغلين. نعم نعم يا أبو إلياس، بما أنك موظف بالشركة العامة للكهرباء، خلفيتك على عدم وجود حلول جذرية لحل الأزمة؟ والله هي طبعا المشاكل المتمثلة في التوليد، وبعدين جي عندك محطات النقل، وبعدين زيد الاشتباكات اللي حصلت في طرابلس الآونة الأخيرة هذه. نعم. حتى كان سبب في انقطاع بعض وقوف بعض المحطات. وفي نفس الوقت احنا حتى احنا كمشغلين مش لاقيين طيب من المواطنين حتى. إذا كان هنا مثل بنجيز عليك ناخذ وظيفتي نخدم باش ننظم الكهرباء ونطرح احمال على المواطن بالعدل، نلقى روحي مرات في مشاكل ثانيه. يجي يهد عليك مثلا المواطنين من جهه، ولا فهمت عدم توفر الامن طبعا بصفه عامه. حتى احنا المده اللي فاتت كان تبدا تخش للصفحه نتاعنا اللي هي صفحه مشغلين محطات المحطات الغربيه، فجاء احنا كنا المده اللي فاتت مشينا للتنفيذي واشكينا له عن موضوع عدم توفر الامن للموظف. طبعا احنا لما نجيب نطرح الاحمال ما فيش طرح عادل للاحمال في المحطه الجايه. طيب في شيء مشاع ابو الياس، لو حضرتك تاكد لنا على الهواء مباشره، نسمع عن مدن ترفض طرح الاحمال يعني لديها، هل هذا الشيء صحيح؟ موجود، لكن مش مدن، هي عباره عن محطات. محطات مش مدن، هي محطات. في بعض المحطات جاء بعض المواطنين يخلوا الناس يخلوا الموظف ما يشتغلش، فهمتني؟ يعني مثلا لما بنشتغل هنا بنخدم باش نطرح الاحمال على محطه معينه، وباش نجي محطه ثانيه حتى تطرح هذه، مثلا نقول احنا محطتنا تطرح 4 ساعات، ومحطه ثانيه 4، ومحطه ثالثه 4، فهمتني؟ طرح عادل للاحمال. نعم. نلقى يجي مثلا مواطن يجيك لمنطقه مسيطر عليها مجموعه، يجي طول يقول لك لا ما فيش والله ما اقترحها اليوم. الكذا على بشي على جهه ثانيه على دول. وهذا ضعف انا اشوفه في الاجهزه الامنيه اللي المفروض هي تكون مرافقه معاكم، يعني ولو ان نتحدث عن جهاز الشرطه الكهربائيه. الحق انا ما نبي نقدم حد، والله الا في ناس جون الحق وامنونا المكان نتاعنا، والحمد لله رب العالمين. من العام اللي فات صراحه لليوم ما فيش ولا واحد جانا. طيب في دقيقه ابو الياس، يعني عشان ما يكونش الظلم، يعني عشان ما نظلمش الشركه العامه للكهرباء، دائما ما نسمع عن مواطنين يقومون بتخريب وصلات كهربائيه وسرقه اسلاك كهربائيه، تخريب محطات، هل بالفعل تواجه كمشغلين للمحطات عندما تقومون بزيارات ميدانيه؟ هل الشيء موجود؟ نعم موجودة هذه يا شيخ، موجودة هذه. وفي حتى من عندنا احنا مجموعة الكهرباء نفسها. يعني مثلا نجي محطة نفصل اليوم مثلا خط 30 باهي على منطقة معينة، أو نفصل خط 11، شنو يديروا؟ يمشوا المشغلين الناس اللي يشتغلوا في الكهرباء وعارفين ضابطين الشبكة، يمشي يشغل من جهة ثانية، يحمل من جهة ثانية، نقعدوا في مشكلة احنا، فهمتني؟ نعم نعم. المفروض طرح الاحمال للمشغل اللي هو الضغط المنخفض او الضغط الفايع او الجهاز الفايع. نعم. الجهاز المتوسط او الجهاز الفايع. المفروض هو اللي يطرح الاحمال. لكن ما فيش حتى يجي يرجع الاحمال من جهه ثانيه باش ما تصيرش مشاكل. نعم. نعم. هذه واقعية حتى هي. يعني المشكلة والمسؤولية تقع على الجميع، من إدارة شركة كهرباء، من موظفين في شركة الكهرباء، من مواطنين. نعم. نعم شكرا لك ابو الياس. المواطن يا شيخ يقول بعدين في المواطن. نعم. هذه نقطه، المواطن يا راجل تلقاه يجي يعلق طول على السلك الخارجي يا راجل. مركب عداد، خذ على العداد نتاعك. ليش انت تو طالع لبرا تمشي للمنتصف كله تلقاه مجمع كله ناشره لبرا. وفي اللي ياخذ من المنطقه مثلا في شرق الضيعة. نعم وصلات غير شرعيه. ايوه وصلات غير شرعيه، واللي مقابلني عنده مثلا كهرباء، واللي عندي فصل علي تو يعني خاش الطرح، واللي قدامي ما خاش الطرح، شنو يديروا؟ يديروا في التوابل او اي من فوق، تلقاه من فوق خاش الثاني.
ياخذ من جهه ثانيه، هذا حتى مش مضبوط هذايا. نعم نعم، وضحت الصوره ابو الياس من طرابلس، شكرا جزيلا ليك. احد المشغلين والموظفين في مشغلي المحطات في الشركه العامه للكهرباء. مع اتصال اخر من اكرم. اكرم مرحبا بك، ومن وين تكلم فينا يا اكرم؟ نعم انقطع الاتصال مع أكرم. دعونا نذهب إلى التعليقات للي حاب أن يتواصل معي. سادتي الكرام، رقم هاتفنا موجود على الواتساب الآن، تواصلوا معنا على الهواء مباشرة. دعونا نقرأ ندى ماذا كتبت في موضوع حلقتنا اليوم. تقول هم يقطعوا في الكهرباء بالعاني، يعني عن قصد، عشان يستفيدوا الشركات اللي هم، بما معناه أن شركات المولدات عشان يرتفع أسعارها، ولما ينقطع الكهرباء أكثر من 3 ساعات يضطر المواطن أنه يشري مولد، وهذه طبعا أزمة أخرى من التجار اللي زادوا في سعر المولدات. أصبح كل بيت ليبي لا يخلو من المولد الكهربائي أو الماتوري. لدينا تعليق آخر من عبد الله الزنتاني، يقول مشاكل الكهرباء كلها في غرب البلاد، متأثرين منها المنطقة الجنوبية، مساكين والله يعلم بحالهم. عبد الله ناصر الزنتاني، تعليق من شخص من سبها يقول 5 ساعات قاعد و5 ساعات هارب على مدار الساعة، مع العلم أنه ضعيف هلبة، وياما ناس انضرب عندهم المكيفات والثلاجات والشاشات. وهذا هلبة تعليقات نسمع فيهم الناس يقولون عندنا أجهزة كهربائية ضربت من الضي لما رجع. وهذه طبعا أكبر مشكلة سادتي الكرام. معانا اتصال آخر، من معانا؟ مسلم من بنغازي. نعم مسلم من بنغازي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، مرحبا بك يا مسلم. لماذا برأيك تستمر أزمة الكهرباء في ليبيا ولا يوجد حل لها؟ هذا كارثة من كارثة الضغط على الشعب. نعم، هذا واحد من الكروت اللي ياخذوا بيع الناس. مش يرقعوه، مش يفكوا منهم مطالب. بصراحه انا نبي، والسبب بتاع الزي، هبه الزي. نعم. بسبب المشاكل بتاع الكهرباء، الحروب يا اخوي واضحه قاعده، تشوف الدمار انت في الاعمده وفي المولدات بتاعت الكهرباء. بكل صراحه نبي، انا ما عنديش علاقه، انا ليبي في ليبيا، ما دخلتش. نعم. باي الطرف اللي في المنطقه الغربيه والطرف اللي في المنطقه الشرقيه. تحدث وخذ راحتك يا مسلم، خذ راحتك. نعم. خذ راحتك، خذ راحتك وقول ما في خاطرك، تفضل. بارك الله فيك، الله يرفع عليك. والله من انا هذه نفس التنبيه والسبب فيها، لان الصدق وامانه ان كل ما نفس ناخذ في حقي من وقت ونحكي اللي نبيها وما بقى في حق الصدق. ومرحبا بك، وهذا اللي نبوه يا مسلم. لا والله من جامل انا اللي هناك في التبرع، هذا الكلام اللي قلته في القناه هذه يعلم ربي، عرفت؟ نعم. بارك الله فيك. مشكلة الكهرباء كما قلت لك، مشكلة الكهرباء الدمار اللي صار من الحروب، هذه مشكلة الكهرباء، هذه مشكلة. ثاني حاجة في نقطة، معلش يعني نشر البرنامج، نشر الموضوع اللي في البرنامج مش لوحدها. نعم. بالله عليكم يا ليبيين، بالله عليكم عارفين الحقيقة. وبعدين بالله عليكم ردوا ارزاق الناس، اللي زاقت في رزق ناس يطلع منها، اللي زاقت في حوش، اللي زاقت في مزرعه، سواء في المنطقه الغربيه ولا الشرقيه، يقول لنا المشكله لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد زاقتني في حوش يقول لي اطلع مظاهره يطلع يجري، زاقتني في مزرعه يقول لي اطلع مظاهره يطلع يجري. والله اجتماع هذول الدوله اللي يبي الدوله تركع لانه يبي رزق من زاقت فيه يقعد فيه بس. راح الطرفين الغار، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية في العالم الممثلين. أما 2 ناس زاقين زرزاق ناس بالله عليكم. تصحيح فيك. ألو. نعم نسمع فيك، كمل. الله يبارك فيك، هذه نقطة، والنقطة الثانية الله يبارك فيكم، ردوا ل 2011. 2011 كان في كلمة يقولوا فيها بسيطة، الناس مش فقيرة، يقولوا معمر كان خضع جزيرة سيرت وعطى الناس فلوس، رسلموا له السلاح اللي خذوه من المعسكرات وروحوا الحشام. نعم. جماعة مكلين وقعدوا عندي النيابة قريب 2 سنين ما حد بحث فيهم. هذه ثورة شعب، ثورة مكلين، ثورة فرناج، هذه ثورة شعب.
شعب صلاح من الظروف يحب فرنسا ماشي في افريقيا ماشي مش عارف وين. يا رب الله عليك يا رب شعب قاعد يا رب من كتب الهموم ومن كتب الظروف مخدرات طريقات. نعم والله ما علينا مش نحن الجديد نحن مشكلة لكن الظروف اللي يعيشونا فيها الحكومات اللي تعاقب الجديد هنا يخلونا خلوا الشعب اللي يجي. نعم يا مسلم نعم. الناس المنظمه تخلونا افشل شعب. الناس اللي توا زونا بعد 2011 خلوا الليبيين افشل شعب في العالم. نعم. شعب فاشل خلونا. نعم. اللي عليك بدرسنا من مصر كلها منشور على قنوات كلها. نعم. طبعوا صبايانا الشركات العفيفات. جابوا لنا الغزو، جابوا لنا المهد، جابوا لنا جميع الاوساخ اللي في العالم جابوا لنا الليبيين. نعم. بالله عليك ما طلعوا علينا الليبيين اليوم كلهم من 2011. نعم. وضحت الصورة جدا. سعيد بمشاركتك معي يا مسلم من بنغازي، بارك الله فيك على اتصالك. مسلم تحدث عن الكهرباء وتحدث عن مواضيع أخرى، وزي ما نقولوا بالليبي فش غلة، وإن شاء الله تكون تريحت يا مسلم والليبيين يكونوا يسمعوا فيك. معنا محمد من أوباري، مساء الخير. نعم لدينا مشكلة في الاتصالات، نرجع لتعليقاتنا. واللي حاب أن يشاركني الآن على الهواء مباشرة رقم هاتفنا على الواتساب ظاهر باستمرار أسفل الشاشة. لدينا حسنة تقول فاشلون حكومة وشعبنا للأسف. زهرة الأمل تقول لا تهمهم مصلحة الوطن، كل واحد يحطوه في منصبه يظن غنيمة ويجب الاستفادة منه والخروج منه وهو مليونير. عبد الرحمن بن حسين الحاسي يقول الحقيقة أخي هي أزمة مسؤول، فلو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لانتهت كل المشاكل وفق جداول زمنية وخطط صحيحة، لكن ما هو قائم حاليا هو ضعف المسؤول الذي لا يستطيع حتى حماية نفسه، فما بالك بأداء واجباته على الصورة المثلى. دعونا نذهب سادتي الكرام إلى استطلاع رأي آخر من مدينة ليبية أخرى ونشوف مع بعضنا رأي الليبيين حول الكهرباء التي امتدت لسنوات وسنوات. نتابع الوضع في مدينة بن وليد. التيار الكهربائي بلاك أوت مقطوع تماما في مدينة بن وليد، وهذا ينظر على فشل شركة الكهرباء. بالأيام الماضية طلع وزير خالد شكشك قال فساد في شركة الكهرباء إداريا، صرفت لها أموال ولا أي حاجة تذكر، ما فيش أي حاجة تذكر معناها في شركة الكهرباء، كل سوء إدارة شركة الكهرباء بس ما فيش أي حاجة تانية. أولا بسبب الفساد المالي والإداري اللي أصبح واضحا للعيان واللي أزكمت رائحته أنوف الليبيين، معقولة يعني 10 سنين دولتنا صرفت على الكهرباء مليارات الدينارات والدولارات، والكهرباء قاعد زي ما هو بلاك اوت، وكل يوم يقولك بلاك اوت، مره يقولك تضيع معاش بيجيك 12 ساعه، مره يقولك تضيع 16 ساعه. هذا السبب الاول. والسبب الثاني سيطرت بعض المجموعات المسلحه على مفاصل الدوله وعلى شركه الكهرباء يعني بالتحديد، مجموعات مسلحه مناطقيه تتبع مناطق معينه سيطرت بالكامل على إدارة الشركة العامة للكهرباء، وهذا ما أصبح واضح للعيان، وهذا ما يشكو منه حتى موظفي الشركة العامة للكهرباء عندنا في المناطق هنا، يعني يقولوا فيه الشيء هذا. السبب الثالث هو لعدم الصيانة. ممكن من 2011 المحطات الليبية لم تصين ولم تتعرض للصيانة، بل أكثر تعرضت للتخريب وتعرضت أيضا للسرقات. لاحظوا احنا في اكثر من منطقه سرقه الكوابل، سرقات الالواح الخاصه بالكهرباء، ونشبحوا في السوشيال ميديا وفي الانترنت، الشيء هذا موجود. كان الله في عون الجميع. سادتي الكرام ما زلنا معكم على الهواء مباشره، للي حاب انه يشاركني الان صفحتنا على الفيسبوك او من خلال رقمنا على الواتساب الظاهر اسفل الشاشه. نذهب الى طرابلس ومعنا كبرى من هناك. اسعد الله مساك يا كبرى بكل خير، مرحبا بك. اهلا بك يا كبرى. برايك ليش ما زالت مستمره في ليبيا ازمه الكهرباء، وليش كل المسؤولين والحكومات ما قدروش ان يحلوها بشكل جذري؟ والله
مستنيين. انا نحكي معك والضي هارب عندنا يعني قاص له ممكن ما يقرب الى ساعتين او ثلاثه. يعني مو صباح تمام. وهالازمه صدقا صدقا سببت مشاكل شخصيه للمواطن البسيط قبل للمسؤول او غيره. طبعا المشكله هي مشكله انقطاع الكهرباء فيها جانبين. الجانب الاول ان المواطن يحطه مع المسؤول زي وزير شركه الكهرباء. وبالنسبه للوزاره ترمي مسؤوليتها على الاشخاص اللي يقوموا بخنبه اسلاك الكهرباء او يقوموا باتلاف محطات الكهرباء. يعني لمن نحمل المسؤوليه؟ هل المسؤوليه يتحملها الجميع بالفعل من شركه في الكهرباء وموظفين ومواطنين؟ يتحملها الجميع لان في ابريل ممكن من قبل ثلاث شهور في اشكاليه حصلت اللي هي شركه ممكن في حي الاندلس سرقوا محطه يقدر قيمتها بمليون و285 الف بس يقدروا القيمه. فالشركه على طول صرحت قالت هل السرقه اللي حصلت حتسبب مشكله جايه في فصل الصيف لكل ليبيا الحبيبه يعني على طول شركه الكهرباء. وهذا بالفعل اللي قاعدين نعيشه فيه الان شرقا وغربا وجنوبا، توحد الليبيين ولكن توحدوا في انقطاع الكهرباء والمشاكل الاقتصاديه والمعيشيه، هذا هو الشيء الوحيد الذي وحد الليبيين الآن هو الأزمات. شكرا لك يا كبرى من طرابلس وسعيد بمشاركتك معي. سادتي الكرام، رقم هاتفنا ظاهر باستمرار أسفل الشاشة على الواتساب الآن، تقدروا تشاركوا معي أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك باسم الراي رايك، تلقوا مجموعة من الأسئلة ونحاول نقرأ كل التعليقات. لدينا تعليق من حسين يقول الموضوع هذا في الغرب، أما برقة نايرة وضاوية. كيف برقة نايرة وضاوية وعندنا هلنا في كل المدن الليبية نسمع فيهم شرقا وغربا وجنوبا يعانوا من ذات المشكلة وانقطاع، لربما في الشرق الحبيب الانقطاع ليس بالساعات الطويلة ولكن في الغرب يستمر لساعات وساعات، حتى في الأيام الماضية كانت هناك يعني احتجاج من أهالي زليتن أمام المقر التابع لشركة الكهرباء وكانوا يطالبوا بإقالة الإدارة وأن ساعات يعني تصل إلى 15 ساعة انقطاع للكهرباء، ونعرف أن نحن الآن في صيف ودرجات الحرارة عالية جدا. سجا تقول بسبب لا وجود للأمن والأمان والفساد وانعدام الضمير والمسؤولية، هذا هو السبب في انقطاع الكهرباء. لما تقول السرقات وعدم الإحساس بالمسؤولية أو إملاءات خارجية كي تسقط الدولة. سناء محمد علي تقول خلونا واقعيين، شوف الشرق الناس وطنية وتحب الوطن، أما إحنا في الغرب عندنا مجموعة مخانب وللأسف هم ليقطعوا في الكهرباء وسرقة للخيوط الكهرباء في ورشفانة كذلك خنبوهن. ياسمين تقول لأن أصلا مش همهم يصلحوها، للأسف عندنا مخانب دايرينها بالدور لهذا يعبي في جيوبه ويفوت عليه حالة. دعونا نذهب إلى مدينة أخرى سادتي الكرام ونشوف استطلاع رأي آخر ورأي المواطنين حول أزمة الكهرباء. طبعا رأينا بخصوص الكهرباء أن سوء الاختيار في الإدارة بالذات، يعني ما حطوش الراجل المناسب في المكان المناسب. السبب هو عدم وجود صيانة دورية لأبراج الضغط العالي والمحطات توليد الكهرباء، المعدات الموجودة فيه أصلا تقريبا عمر الافتراضي انتهى، والحكومات مش عارف هل هي تتغاضى عن الموضوع ولا تتماطل فيه الأشياء هذين، أو خلينا بمعنى أصح في أفريات يسيرا. بالنسبة للكهرباء في ليبيا هذا موضوع ما يخفيش على أي شخص ليبي يعلم، هو الأمور هذه كلها ترجع للسرقات الأموال، كل مصروفة الحكومات من أموال فهي تذهب إلى السرقة. بالنسبة للحكومات المتعاقبة جت ليبيا هذه ما فيش حد كفاءة طبعا مسك الكهرباء ومسك قطاع الكهرباء بصفة عامة يعني. نظرا للكفاءة متاعة الكوادر شركة العامة الكهرباء على مستوى ليبيا في كوادر تبي تخدم، لكن الناس اللي متواجدين حاليا على الوزارات الموجودة حاليا والحكومات المتعاقبة ما عندهمش كفاءة يعني ان هم يأدوا شيء للوطن والمواطن يعني. احنا اصلا لو عندنا كهرباء يعني ممكن انت ما جيتش تقدر تستطلع.
انا اللي خلاني تو اني نخش معاك في استطلاع هذا نبي نقول لك جمله واحده. بلاد كل ما توصل الحراره فيها لدرجه 30 لا شيء. لا كهرباء ولا اي حاجه لا كهرباء اي حاجه، الناس تعبت وملت وفدت. والمسؤولين للأسف الشديد ما زالوا يخرجوا علينا بتصريحات بأن الحلول قريبة وأن وضعنا المشاريع والخطط الاستراتيجية وما إلى آخره، ولما تجي لأرض الواقع ما تلقى الشيء من اللي قالوه صح. معانا اتصال من سبها، معانا علي، مرحبا بك يا علي. مرحبا بك يا بالهاشم، أهلا وسهلا بك. كم عدد الساعات اللي تنقطع فيها الكهرباء في سبها يا علي؟ والله الكهرباء هي بشوف عامل ليبيا كلها فيها مشكله في الكهرباء، لكن طبعا ما نقدر نقولوا والله مشكله ماليه او مشكله محطات، هي مشكله كهرباء ومشكله مسؤولين وربي ان شاء الله. لكن انا اعترضت حاجه على الكلمه انت قلتها، انا ما اعترض على هذا، على هذا اللي خلاني اتصلت مش على شان الكهرباء. انت قلت الليبيين سوينا في كل شيء وحتى في الكهرباء، لا الليبيين ما لنا مستويين في الكهرباء. في مدن في ليبيا الكهرباء ما ينقصش عليها، ما تنقطعش عليها. زي شنو يعني سميها لنا يا علي؟ الليبيين ما سويناش، سوينا في الموت، سوينا في الفقر، سوينا في الهم، سوينا في المرض يمكن، لكن المدن اللي في الكهرباء ما لنا في الكهرباء. في مدن في ليبيا الكهرباء ما تنقطعش. شنو هي المدن هذه؟ انا سالت قبل شويه مشغل في شركه الكهرباء قال ما فيش مدن، قال في محطات يجونا بعض المواطنين هم يسبون لنا في مشاكل بحيث ان ما نقوموش بطرح الاحمال، قال هي مش مدن بعينها. لو انت تعرف مدن قولهن يا علي. كلامك جميل، باي انا حتى انا في سبها عندي مواطنين يقدروا حتى هم يجوا للمحطه ويقفوا عليها بسلاح ويقفوا عليها، لكن احنا محترمين نفسنا ومحترمين نفسنا ومحترمين ليبيا. طيب شن هي شن هن المدن هذين يا علي ممكن نعرفوهن؟ الناس انا حتى المدن ما بديش نسميهم والله حتى ما مشكله يا علي، هذه لازم نعرفه. نحن نسمع ان في مدن ما فيهاش طرح احمال لكن نبغى نعرفوها المدن هذه. في حق اهل الجنوب، لكن احنا اهل الجنوب حتى احنا عندنا سلاح وعندنا كل شيء نقدر نوقف المحطات لكن ما نقدر، ما يصيرش. كل واحد يعمل باصله يا علي، الناس هذوما ابدا لا هم ليبيين ولا هم وطنيين، يعني اللي يطاول على مؤسسات الدولة وعلى أملاك الدولة وإنه يبي يفرض رأيه بس بقوة السلاح، هذوما ناس غير يعني سويين مع الله ومع أنفسهم. أصلاً مش سوي. نعم. أصلاً مش سوي. يعني بالفعل. اللي على الدولة هذا الإنسان يعتبر مش سوي، يعني يعتبر مش سوي. بالفعل. لكن مشكلة الكهرباء احنا لو 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 نسوي، احنا ان شاء الله نسوي، الله يسامحني في الاعتراضي، ولكن يا ريت نسوي في كل شيء، والله يا ريت، يعني يا ريت والله. نعم. والله ان شاء الله، ان شاء الله يا علي، قول ان شاء الله نساوي في الخير وفي الصلاح وفي الاعمار. والله ان شاء الله والله. ويفكنا الله من الحزن والهم والغم اللي عايشين لسنوات يا رب. قلت لك احنا ان شاء الله ربي يرفع الهم عن اللهم امين. ربي ان شاء الله يرفع الهم عن الجميع، احنا ما يغير مشكله الكهرباء، هي مشاكل واجد. يعني احنا في الجنوب خاصه، تو كذا فيكم الجنوب راي، احنا درجات الحراره عندنا غريبه جدا راي. بالفعل. بالفعل. كان الله في عونكم، وسامحني يا علي اني قلت ان الليبيين توحدوا في الكهرباء. شكرا لك يا علي. دعوني اذهب الى اوباري ومعي عبد السلام من هناك، مرحبا بك يا عبد السلام. عبد السلام يا ريت تسمعني من الهاتف وتبعد عن التلفاز شويه. ضياء من اوباري، عبد السلام. ضياء مرحبا بك يا ضياء، اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. نعم. شو رايك في ازمه الكهرباء؟ ليش للاسف الى الان سنوات وسنوات لم يقوم المسؤولون والحكومات بحل جذري لها؟ شن سبب هالمشكله؟ شن سبب مشكله عدم حل ازمه الكهرباء بشكل جذري؟ وعلى من تقع المسؤوليه؟ تقع المسؤوليه على المسؤولين، لان يعني معظم جلب الاموات، مثلا تو نحن عندنا قطاري انا محطه قطاري يغذينا لحد الان ما تمش، ونحن عندنا هنا بنقص بنقص الضيق الاسئله مع جو الجنوب والحراره على ما يراد. يعني المسؤوليه يتحملوها المسؤولين بس؟ طيب شو رايك لما نسمع ان في مواطنين قاموا بتخريب محطات الكهرباء ومحطات للتوليد وقاموا بسرقه كوابل واسلاك بحجه بيع النحاس وما الى اخره من القصص اللي نسمع فيها؟ مش حتى هم يتحملوا المسؤوليه؟ حتى هم يتحملوا المسؤوليه، يعني هم جهات خارجه عن الدوله، الدوله انت زي ما تشوف يعني هو مش استقرار مثل شيء، مش اي حد حيتكلم عنهم. والمواطن الوحيد او البسيط هو اللي اكثر شيء حيسبب في الموضوع هذا. نعم.
شكرا لك ضياء من أوباري، تحياتنا لك ولأهلنا في أوباري. سادتي الكرام، اللي حاب أن يتواصل معي الآن على الهواء مباشرة، رقم هاتفنا على الواتساب ظاهر باستمرار أسفل الشاشة. من المدن أنا يعني فيه تعليق من صديق لي، بعث لي قال لي أن الضي ممكن يكون مقطوع في بعض المدن، مش هيقدروا حتى يتفرجوا على الحلقة اليوم ولا أنهم يتواصلوا معك لأن الضي هارب عندهم. من معنا؟ طارق من أوباري، نبقى في أوباري. مرحبا يا طارق. مرحبتين. أهلا وسهلا بك. الأخبار تمام؟ لماذا أهلا وسهلا بك؟ الحمد لله يا طارق. برأيك لماذا لم تحل أزمة الكهرباء حتى هذه اللحظة؟ والله لأجل مسؤولين أرى. أزمة مسؤولين فقط؟ مسؤولين إيه. والمواطن درجة أولى، حتى المواطن اللي يدور بواجبات مع الدعم. طيب لو غيرنا هالمسؤولين تنحل هالمشكلة ولا لا؟ تنحل، لأن شيء منفعل. نفس الشيء حتى السنة الماضية. وكيف تنحل ونحن من 10 سنوات ونحن نغيره في المسؤولين، كل 2 أو 3 سنوات نغيره في المسؤولين وما صارش حل؟ معناها العيب في من؟ منفعل. شيء تجاري، هذا شيء تجاري، بيش يدخل المولدات الكهربائية والواحد بيش يخدمك. حتى نفس السنة الماضية تجارة، هذه الضي مش عملية كحرارة. تجارة هذه. نعم، شكرا لك طارق من أوباري وسعيد بوجودك معي. سادتي الكرام، رقم هاتفنا على الواتساب موجود وظاهر باستمرار أسفل الشاشة، تقدروا تتصلوا بنا الآن. دعونا نذهب إلى مجموعة من التعليقات. لدينا تعليق يقول، عندنا عبدو يقول فساد لا أكثر ولا أقل. تعليق آخر يقول لأنهم يأكلوا في الميزانية ومش هامهم راحة المواطن، لا الحكومة مهتمة ولا المسؤولين متاعين شركة الكهرباء. تعليق آخر يقول لأن تركيزهم على السرقة ليس الإصلاح والحلول. عبير تقول أزمة مفتعلة بالنسبة للشرق، كل ما يديروا صفقة مولدات وإطفاء في الغرب يديروا حتى هم. فتحي يقول هي ليست مشكلة لم يجدوا لها حل، هي مشكلة لا يريدون لها أن تحل. الفساد هو من يضيع في العباد والبلاد، سرقات واختلاسات وعدم كفاءة الوزراء والمواطن، ما حد مدوره، حسبنا الله ونعم الوكيل. الخنبة اللي بيخلوها مشكلة سهلة حلها، بس نحن عندنا حب لسرقة المال العام. باسط حبيب يقول الحل شركات كهرباء أجنبية لا وطنية ولا انتماء. فارس بخطوة يقول المشكلة كلها مدراء في الغرب. خالد جهاني يقول الفساد صاحب، يقول طلعوا بكراع وشوفوا النور، أعتقد يتحدث عن أحد المسؤولين. خالد العربي يقول أنا رأيي أن هذا شيء مفتعل ومقصود. أسامة يقول تبوا تقنعوني أن هضوم اللي نحوا القذافي من منصبه مش قادرين ينحوا وزير كهرباء. دعونا نذهب إلى آخر استطلاع رأي في حلقة اليوم سادتي الكرام ونشوف المواطن شن قال. طبعا السبب الرئيسي هو النزاع الحاصل في داخل ليبيا وتعدد الحكومات، حكومه في الشرق وحكومه في الغرب. الشيء الاخر اعتقد الميزانيات، عدم توفر ميزانيات مما يخلق عدم جديه في العمل، وكذلك الاعطال المتكرره وقله الصيانه فيها والنزاعات الحاصله، هذين يعني من اهم الاسباب. وجود الانقسام السياسي بين المنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه والمنطقه الجنوبيه، كذلك الفساد الواصل في الحكومات هو السبب الرئيسي في قطاع الكهرباء. والسبب الثاني هو وجود العشوائيات والمباني اللي يكثرها خارج المخططات، وعدم وجود توسعات في المدن ووجود مخططات داخل المدن يعتمد في السجل العقاري للدوله، تعتمد الكهرباء بإنشاء محطات جديدة. هذا هو السبب الثاني والسبب الرئيسي الكبير. يعني زي ما تابعنا سادتي الكرام، كان هذا آخر استطلاع رأي في حلقة اليوم. وصلتنا رسالة على واتساب البرنامج، هي ليست مختومة أو موقعة، ولكن أعتقد أن يعني الكلام اللي تحدث في هذه الورقة معقول جدا، معنونة بالشركة العامة للكهرباء. السلام عليكم ورحمة الله. بعد التحية، نحن
مشغلين، لا أعرف صحة هذه الورقة، ولكن الزملاء يقولون لي بأنها أرسلت أعتقد من أحد الموظفين. نحن مشغلين محطة تشغيل الحرشة 220 كيلو فولت والموقعين أدناه بشأن المطالبة ببعض الحقوق والمستحقات التي نرجو تنفيذها لنا بأسرع وقت، وهي توفير الحماية الأمنية للمحطة وذلك لتكرار الاعتداء علينا من قبل الخارجين عن القانون، الإسراع في صرف المستحقات الترقية والعلاوات المتأخرة لسنوات، صرف المناوبة الشهرية في وقتها وبدون التأخير نظرا لصعوبة الحياة المعيشية، نطالب في الإسراع في إجراءات التأمين الصحي، نطالب بتفعيل القرار الصادر من اللجنة الشعبية العامة سابقا لتنظيم قانون العمل بالشركات، أجر المناوبات أو المناوبة في العطلات وهو يعني مثل الأجر اليومي، المطالبة بدورات رفع كفاءة داخلية وخارجية. لو هذه النقاط صحيحة ولدى الشركة العامة الرئيسية للكهرباء هكذا خطوات لما كنا تحدثنا اليوم، يعني وليس اليوم، وكأنها يعني قلنا في مقدمتنا وكأنه قديم معاد فقط لا جديد فيه، لا لم نكن نطرح أزمة الكهرباء اليوم ونتحدث عن ساعات وساعات في الصيف والحار وفي الشتاء القارس، والمسؤولون نوجه لهم يعني كل الاحترام، ولكن نسألهم هل يعاني المسؤول في ليبيا من أزمة الكهرباء، وهل يشعر ولديه القليل مما يشعر به المواطن في ظل غياب الكهرباء عليه؟ هل الليبيين قادرين على شراء المولدات؟ نسبة المخاطر في تشغيل هذه المولدات على الأطفال وغيرهم حتى من ناحية صحية؟ على العموم سادتي الكرام، بهكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من الراي رايك، اللي تحدثنا فيها عن أزمة الكهرباء المفتوحة. لا نريد أن نقول إلى ما لا نهاية، نسأل الله أن يرزق الليبيين بمسؤول وطني يحب البلاد ويدير لنا حل بشكل جذري لأزمة الكهرباء، حتى نتطرق إلى مواضيع أخرى نجد لها حلول في القادم العاجل بعون الله. سادتي الكرام، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والمشاهدة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة أخرى يوم الثلاثاء القادم على تمام نفس التوقيت في قضية أخرى، وإلى ذلك الحين أستودعكم بالذي لا تضيع ودائعه، دمتم ودام الوطن في خير وسلام، إلى اللقاء.